يا شربات يا حسين، ألم تخشيا من العظيم وأنتما تخطفا عبد العظيم؟ ألم تخشيا من العظيم وأنتما تقتلا عبد العظيم؟ ألم تخشيا من العظيم وأنتما تقطعان جثمان عبد العظيم؟ فوالله العظيم إنا هنا واقفون لنعيد حق عبد العظيم، وقضاتنا هنا جالسون ليعاد حق عبد العظيم. فإن كنتما قتلتما عبد العظيم فكل منا العظيم عبد. للأسف الشيطان يقف عاجز قدام شربات، فالمتهم باعترافه رسم لوحة رفرف على مرأة في سماء الطغيان، وعلى وصعد وسط سحاب الفجر والروغان، وصور لنا صورة من عالم العدوان، فاستبان لنا كيف ما كان كان. طب ليه ما قتلتوش؟ قتلك كنت بستمتع بعذاب. حتماً لا يصف الطريق إلا من سلكه، فبالمعاينة التصويرية وصف لنا المتهمان كيف فكر وكيف دبر وكيف حضر وكيف أحضر وكيف تحين وكيف ترصد وكيف استدرج وكيف قيد وكيف المتهم حمل وكيف جال بالجوال وكيف لم يتأثر وكيف ذراع الطفل تكسر وكيف لم يبقى وكيف المتهم لجثمان الطفل في المقابر. جبت السكينة وراحت فتح بطن الواد وهو لسه في الروح، وراحت جت عكيبه، وبعد كده راحت مطلع أحشائه، استلم ابنه عبارة عن قطع الراس في حتة الكبد. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وإن العقاب قائم لا محالة. تعالوا بنا أعزائي المشاهدين نشوف الجريمة دي اللي حصلت في قرية من قرى شرق النيل، مركز مغاغة، محافظة المنيا، قرية اسمها قرية أولاد الشيخ. الطفل اللي انتوا شايفينه ده اتحدثنا عنه قبل كده، الطفل ده 9 سنين، اسمه عبد العظيم محمد. عبد العظيم 9 سنين، الطفل البريء الجميل ده ملوش ذنب في اي حاجه، بس النهارده اصبح ترند، اصبح حديث السوشيال ميديا بسبب خطبه بليغه والنيابه ترافعت بشكل مهني كامل، نال استحسان كل من حضر هذه الجلسه. وكيل النائب العام اللي ترافع النهاردة بأمانة شاب من الشباب اللي نفتخر به، وللأسف أنا ما عرفتش أتوصل لإسمه، لكن شاب فعلا بهرني بأدائه وبحسن شرحه للموضوع. النيابة طبعا لا يجوز أن احنا نشكر أو نزم في أدائها، فده شيء خارج، بس أنا بقول هذا الكلام لإعجابي بسجله لهذا الشاب لفض فوه وهو بيتكلم وشرح الموضوع بشكل خلنا فعلا بكينا على الطفل وكيف قتل وكيف تم استدراجه وخطفه. الجريمة دي أفكركم بيها، الطفل ده والده في إحدى الدول العربية عشان لقمة العيش، وما عندوش غيره، يعني ما عندوش غير عبد العظيم أول عن آخر، فرحة عمره، الواد وحيد أمه وأبوه، أبوه في الخارج أمه عايشة معاه، في خلافات ميراث بين السيدة الفاضلة هي أم الطفل وإحدى السيدات اسمها شربات محمد علي محمد مسعود. شربات محمد علي محمد مسعود. للأسف الشيطان يقف عاجز قدام شربات، بيحس بالضآلة قدام شربات، شربات بيعتبرها قدوته،
الشيطان بيتعلم منها. شربات عايزة تنتقم من أم الواد وأبوه عشان خلفت ميراثه وعلى كلام فاضي، مش على فدادين وعلى جناين وحدائق أعناب، على كلام فاضي. قمت تعمل ايه شربات؟ اتفقت مع واحد قريبها سواق توك توك، اسمه ايه بقى؟ اسمه حسين محمد منصور. قالت له هديك فلوس، انا عايزة منك تجيب لي الواد ده لبيت عندي. للأسف الواحد حزين ان سواق التوك توك ده 15 سنة. وهقول لكم الواحد حزين ليه. سواق التوك توك اللي هي استعانت بيه شرباط عشان يجيب لها عبد العظيم الطفل ده عنده 15 سنة. تديني كام؟ قالت له اديك 200 جنيه. الواد خلى عبد العظيم بيلعب في الشارع، اطفال ده في قرية يعني ده في قرية شرق النيل، قرية قد كده، قرية اولاد الشيخ. الواد بيلعب في الشارع، فجاء التوك توك جنبيه، ازيك يا عبد العظيم؟ قال له ازيك يا عمو؟ قال له تعالى امك، تعالى اركب التوك توك عشان اوديك عند امك. الواد فرح هيركب التوك توك. هي امه فاه، قالت لامك في السوق تعال. الواد ركب معاه فرحان هيركب التوك توك ووديه عند امه. الواد خد عبد العظيم في التوك توك وراح سلم وتسليم اهالي لشرباط. سلم وتسليم اهالي لشرباط. قال له الواد اهو اديني الفلوس. خدت الواد دخلته في الأوضة وطلعت برة تبص عشان حد يكون شافه. بعد كده دخلت، ده اعترافاتها هي، مسكت الواد راحت خنجاه بس ما موتوش، فضل خنجاه لغاية ما خلت الواد اغمى عليه. 9 سنين الطفل البريء الجميل ده، وحيد ابوه وامه. طب ليه ما قتلتوش؟ قالت لك كنت بستمتع بعذابه. يا ساتر، بتستمتع بعذاب طفل عنده 9 سنين؟ ذنبه ايه؟ لا ليه دعوه بامه ولا ليه دعوه ابوه؟ مش هو اللي اختار يكون ده ابوه، هو مش هو اللي اختار تكون دي امه، ده هو نزل الدنيا باراده ربنا. مفيش حد بيختار ابوه، مفيش حد بيختار امه. خلافاتك بين ابوه وامه هو مال. الواد اغمى عليه من كتر ما خنقته، وهو بيتوسل له ويعيط عايز ماما عايز ماما عايز ماما عايز ماما. لقيت اغمى عليه. عملت ايه شربات بقى؟ استعان بالواد بتاع التوك توك تاني. جاته تعاش انت ايه، هديك فلوس تاني بس وقف معايا، هنخلص على الواد ده وتروح ترميه في اي حاجه وهديك 2000 جنيه. قال لها ماشي، هتعمل ايه؟ جات له يعني، قال لها هاتي الساطور معاك. عنده 15 سنه. الواد ما ماتش، عبد العظيم ما ماتش، كان مغمى عليه من الخنج. راح جابت السجاد، لا ده انا عايز اتشفى فيه. فاكرين هند لما اكلت كبد عم رسول؟ جبت السكينه وراحت فاتحه بطن الواد وهو لسه في الروح، وراحت قطعه كبده. لا ذنبه واقع. وبعد كده راحت مطلعه احشائه. الواد التاني راح مقطع ايديه ومقطع رجليه. جت بعد كده جت مش كفايه، هات السكينه يا واد، راح من اولها السكينه راح انقطعت راس الطفل. لا لا، قال كنت بشفف في ابوه وامه، اصله ما عندهمش غيره، فحبيت ان انا انتجب. طب الواد ذنبه ايه؟ جت ما لو قتلت امه هتستريح، انا عايز احرق قلب امه وعايز احرق قلب ابوه اللي في الخارج. يا ساتر يا ساتر على الستات. بعد كده حطوه في كيس بلاستيك وراحوا رامينه في المقابر. تعال نسمع جزء من الـ 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 وكيل النائب العام وهو بيترافع وهو بيذكر الوقائع بشكل والله شعر الواحد يقف من بشاعة اللي عملته شرباط، والطفل المجرم اللي اسمه عبد العظيم اللي ما كملش، اللي اسمه حسين اللي ما كملش 15 سنة مع طفل بريء اللي هو عبد العظيم. تعال نسمع جزء من المرافعة ونرجع لكم تاني. يا شرباط يا حسين، ألم تخشيا من العظيم وأنتما تخطفا عبد العظيم؟ ألم تخشيا من العظيم وأنتما تقتلا عبد العظيم؟ ألم تخشيا من العظيم وأنتما تقطعان جثمان عبد العظيم؟ فوالله العظيم إنا هنا واقفون لنعيد حق عبد العظيم، وقضاتنا ها هنا جالسون لإعادة حق عبد العظيم. فإن كنتما قتلتما عبد العظيم فكل منا العظيم عبد. ألبست نجلاء حمالة صدر النسائية
ألبسته الخزي والعار ليخفيا ما ارتكباه من فجر ودمار. فأين هي من هند بنت عتبة؟ فأين هي من هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان عندما رأت العرافة نجلها في المهد صبية وقالت لها غلامك هذا سيسود قومه؟ فقالت لها الأم خسئته إن لم يسد إلا قومه، فساد العالم أجمعين. فشتاني بين أم تربي رجلا فيسود ومجرمة تربي مجرما فيقتل ويخرب. مرافعة بليغة وضح للمحكمة بشاعة الجرم اللي تم ارتكابه واللي أثر في كل الحاضرين. ربنا يصبر والدة الطفل ووالده اللي جه أول ما عرف الخبر جه من الخارج، لكن للأسف استلم ابنه عبارة عن قطع الرأس في حتة، الكبد حسبنا الله ونعم الوكيل. هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ يعني دي يعني بشاعتها اكتر من هند لما كلت كبد حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ طبعا بعد الدفاع المتهم والمحامي بتاعها وبعد مرافعة النيابة اصدرت المحكمة حكمها الرادع بالاعدام شنقا على شربات محمد علي محمد مسعود، اعدام خلاص. اما للاسف، وانا بقول للاسف بقى لان الحسين محمد منصور ما كملش 18 سنه 15 سنه هيروح احداث. يعني هو اللي استدرج الطفل وهو اللي خطف وهو وصله الشربات وهو اللي قطع ايديه ورجليه باعترافاته هو، وهو اللي شاله بعد كده رماه في المقابر، كل ده مش هياخد اعدام. ليه؟ لان سنه اقل من 18 سنه، عنده 15. كل اللي عمله هيروح احداث. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن